يلا مستمعينا، دائما معكم في اطار برنامج ولاد البلاد. في حلقتنا اليوم دائما احنا كنتواجدوا في السفينه ديال ايميل المغربيه المتجهه من ميناء الجزيره الخضراء الى ميناء طنجة المتوسط، وكنتلاقاو دائما مع الناس ديال الجاليه المغربيه اللي كنتقاسموا معهم هذه اللحظات الجميله. وكتوصل الوقيته دابا ديال المسابقه مع الشريك ديالنا بانك اوف افريكا. كنجيب ثلاثه ديال المتابعين اللي كيكونوا افراد وعناصر الجاليه المغربيه، كنعطيهم سؤال حول مدينه مغربيه اشاره، اللي عرف هذه المدينه كيفوز بهذه القسيمه ديال الشراء. قبل ما نمشيو للسؤال نتعرفوا على المتابعين اللي غير رافقوني خلال حلقه اليوم. الاسم الكريم عبد الرحيم السبعي. سي عبد الرحيم منين جيتو؟ جيت من مالاغا اسبانيا. من مالاغا، وفي الوجهه ان شاء الله مدينه الفقيه بن صالح. الفقيه هو بن صالح ابن صالح. نعم. مرحبا سيدي، بارك الله. ما غنسولوش على مدينه الفقيه بن صالح، نمشيو نتعرفوا على المتبري الثاني. الاسم الكريم ياسين. سياسين، منين جيتوا سياسين؟ من فالنسيا. فالنسيا، فين غادي ان شاء الله؟ مدينه سالا. مزيان. موجود سلا، ما غنسولوكش عليها. صافي، نشوفوا المتسابقه الثالثه. الاسم الكريم حنان. حنان، منين جيتوا حنان؟ جايين من ايطاليا. من ايطاليا، فين بلاصه في طاليان؟ في تورينو. في تورينو، في الوجهه في المغرب؟ الرباط، مدينه الرباط. اذا الرباط، سالا، الفقيه ابن صالح. واخا، اعطيوني هذاك الميكروفون. السؤال راه كيكون ساهل، ماهل غير ركزوا شويه حول المدن المغربيه. المغرب ديالنا جميل، في مناطق بحريه، في مناطق جبليه، في مناطق سياحيه. غير الواحد شي شويه يركز ويمشي يشوف المغرب، ومن يجي يزور بلاده هو كيعيش في اوروبا ما يمشيش لمناطق اخرى احسن ليه يجي المغرب. واحد المدينه مغربيه تقريبا في اتجاه الجنوب الشرقي للمغرب، الجنوب الشرقي للمغرب الاتجاه، هي عاصمه الورود. شنو المدينه اللي عاصمه الورود؟ اللي عرف يقول لي ونعطيه الميكروفون ويجاوب. اللي عرف بلاتي قول ياسين. الرباط. ايميتلين. نعم ايميتلين. شنو هي ايميتلين؟ شنو هي ايميتلين؟ مشليفن او ايميتلين. شنو هي ايميتلين؟ عمركم ما سمعتوا مدينه سميتها ايميتلين؟ ها حنان قلعه مكونه. سير الله يرضي عليك. قلعه مكونه هو الجواب الصحيح. كيدار فيها الموسم ديال الورود في شهر 5 من كل سنه. اللي ما كيعرفش قلعه مكونه، الشريق ديال مراكش يمشي على الفيراجات ديال تيزين تيشكا، يدخل لمدينه ورزازات، ومن بعد ورزازات يديرها سكوره، ومن بعد سكوره غادي يمشي مباشره حوالي 100 كيلومتر الى قلعه مكونه، ومن بعد غادي يدخل المغرب الشرقي ويمشي لتينغير، ويمشي لغورج ديال تودغا، ويمشي لارفود، ويمشي للريساني، ويمشي للمرزوقه، ويشوف تما المناطق الجميله. عاودوا صفقوا على حنان. هنيئا لك يا حنان. حنان تفضلي. حنان قسيمه شراء 1000 درهم. حنان هي والعائله ديالها كيشجعوها، تبارك الله عليك ومبروك عليك.